ثورة شعبي مش عربي ابدا مش عربي مش عربي ابدا مش عربي وانطلاقا من مواقفنا القومية التاريخية نعبر عن تضامننا مع اخواننا عمال وشعب فلسطين الصامدين في مواجهة الغترة الصهيونية محيينا نظامهم ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم. فلسطين فلسطين بياعوكم بياعين فلسطين فلسطين بياعوكم بياعين فلسطين فلسطين بياعوكم بياعين. وكذا مساندتنا للشعب السوري الشقيق من أجل استرجاع أراضيه المحتلة وتضامننا مع الشعب العراقي وكل الشعوب المضطهدة. عاش الاتحاد المغربي للشؤون، عاش المغرب، والمجد للطبقة العاملة المغربية. تحية نضالية الحركة عمالية، تحية نضالية. يتزامن مع تخليل الاتحاد المغربي للشغل ذكرى 55 لتأسيسه. 55 سنة من الكفاح من أجل تحرير الوطن واستقلاله والقضاء على الحماية بكل أشكالها. 55 سنة من النضال من أجل ديمقراطية حقيقية تضمن الكرامة الإنسانية للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي. 55 سنة من الالتحام بقضايا العاملات والعمال والدفاع عنهم ضد كل أشكال الحيف والتمييز والظلم الاجتماعي. 55 سنة من الثقافة العمالية الهادفة لترسيخ الوعي النقابي الصحيح الذي يخدم العمال ومصلحة الوطن. إننا في اتحاد المغربي للشغل في هذه السنة نعبر عن استنكارنا وشجبنا لكل الممارسات التي يقوم بها أرباب العمل وبالخصوص في بعض القطاعات على الصعيد المحلي، منها مطاحن المغرب الشرقي والتي تخوض إضراب منذ 19 أبريل إلى الآن، وذلك لأنه الكوتا أي الدعم تاع الدقيق كانوا حيدهم لها. وكذلك هناك مشكل بزيت البيضاء وسنقوم بإضالات ومعارك بعد الزيارة الملكية ومن بعد تعيين تاع الوالي الجديد، لأنه ملفات كانوا قدام وما يمكنش نتعاملوا مع السلطات المحلية، وهي كاين والي جديد على رأس الولاية تاع وجدة. ولكن من هذا النهار إن شاء الله ومن بعد الزيارة الملكية أننا سنخوض نضالات كل من مطاحن المغرب الشرقي وسيطة البيضاء، سنخوض معارك نضالية ضد الطرد التعسفي الذي قام به المسؤولين مسؤولي الشركة بالدار البيضاء. وشكرا ومزيدا وعيدكم مبارك سعيد والسنة حرية نقابية في المعمل والكلية حرية باليوم العالمي للعمال. شنو هي الإكراهات والمطالب ديالكم في هذا اليوم؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الجسم الثقافي لتغطية هذا الحدث اللي كيتمثل في العيد الاموي للطبقة العاملة، وحنا بطبيعة الحال لا نشكل استثناء الواقع الماري اللي كان عاني منه شريحة واسعة يعني من المجتمع المغربي، وبالاخص نحن كسائقين يعني في ظل وجود مجموعة من المعطيات، وفي ظل وجود مجموعة من الإكراهات، وفي ظل كذلك نعتبر حينما نطالب بحقنا في
السكن، وحينما نطالب بحقنا في التغطية الصحية، وحينما نطالب بحقنا في التصنيف، نفاجأ بعدم تلبية المطالب، وأكثر من ذلك نفاجأ السلطات هنا على المستوى المحلي بمعالجة الوضع انطلاقا من المقاربة الأمنية وانطلاقا من مزيد من مذكرات صيغة هنا على المستوى المحلي، وصيغة كذلك في غياب تام لممثل المهنيين. ونحن إذ ندين هذه المذكرة ونعتبرها إجحافا في حق السائقين، وتشكل وصمة عار على جبين كل من فبرك وصاغ وقرر هذه المذكرة، لاعتبار بسيط كون أن القوت اليومي للسائق سيصبح رهين هذه المذكرة المحلية. هذا بطبيعة الحال إضافة إلى موقفنا من مدونة السير التي ستجعل كذلك منظومة التنقيب ترهن يعني مستقبل السائق وتجعل أمامه مجموعة من المعيقات. انطلاقا من هذه الوقفة وانطلاقا من هذا اليوم النضالي الذي يجسد ما وصلت إليه الطبقة العاملة بفضل نضالها وبفضل صمودها، نطالب بتفعيل الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبره حقا غير قابل للتفويت وللمصادرة، ونطالب كذلك بالسكن اللائق للسائق وبتصنيف القطاع وبتحديد معالم وأفق هذه المهنة وبتطبيق مقتضيات وبنود الشغل التي نحن لحدود الآن لسنا طرفا فيها باعتبار أننا لسنا مصنفين، وبالتالي ليست هناك علاقة شغل بين رب العمل وبين السائق، مما يجعل السائق عرضة لأن يكون في سوق النخاسة. ونطالب كذلك بالتفاف الإخوة السائقين حول إطارهم النقابي وبتفعيل نضاليتهم واستمرارهم في أشكال نضالية أخرى راقية حتى ننتزع مطالبنا، لأننا أعتبر أنه من لا تنظيم له لا حقوق له، ومن لا تنظيم له لا قوة له، ومن لا قوة له لا حقوق له. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله. نطرح مشكلا أصبح يثقل كاهل قدماء السائقين باعتبار أن المصير نتاعهم أصبح مرهون، وباعتبار أنهم غادي ديباسيو واحد أن سارتان آج، يعني القوى نتاعهم تنهار، وهذا في غياب التغطية الصحية وفي غياب إيجاد صيغة التقاعد. لهذا نطلب حقنا في ماشي امتياز، حقنا في الحصول على المأدونية، لأنه يعتبر حق غير قابل للتفريط وغير قابل للمساومة، ونحن أولى به من غيرنا. ولقد قدمنا في هذا الصدد لائحة إلى عضوة في مجلس المستشارين تضم قدماء السائقين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة للوطن والمواطنة، وخرجوا كما يقولوا من المولود بلا فول بلا حمص. ولهذا نؤكد على ضرورة تمتيعنا بهذا الحق الذي نعتبره حقا وليس امتياز. إذا كان امتياز فهو امتياز لباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى التي ليس لها علاقة بالمهنة. أما بالنسبة للمهن السائق فيجب أن نكافئه على عمله بتمتيعه بحقه في حصول على 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 هذه المأدونية أو هذه الرخصة. وكذلك نطلب حمايتنا من تعسفات على المستوى المحلي، ومن تحديد الوجهة التي يمكن أن نقترح عليها مطالبنا، وأن تتعامل علينا بمنطق الحوار الجاد والمسؤول وليس بمنطق التعليمات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.